بسم الله الرحمن الرحيم. شرفني جلالة الملك بتكليفي بالنيابة عنه في مؤتمر القمة الإسلامي الذي سوف ينعقد ابتداء من غد، والذي سوف يكون في تقديري مهما نظرا لأنه جاء في خضم هذه التحولات التي تعيشها المنطقة، وسوف تكون فرصة لكي نعرف إن شاء الله الرحمن الرحيم يعني التجربة المغربية التي يعني قادها جلالة الملك بمساهمة كافة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، والتي جعلت المغرب والحمد لله يبادر إلى الدخول في مسلسل من الإصلاحات في إطار الاستقرار. وستكون كذلك فرصة لكي نطلع على تجارب غيرنا من الدول الإسلامية، وكذلك لكي يعني نتناقش في باقي القضايا التي تهم الأمة الإسلامية.